السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات للصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على جزء من الواجبات وهو الجزء الخاص بالمنطق. بيقول لي الشكل المجاور يبين عدد الأشخاص الذين حضروا الندوتين التوعيتين مرض السكر ومرض الضغط. عدد الأشخاص الذين حضروا الندوتين، شوف الذين حضروا الندوتين هم 20 نفر دول. دول اللي حضروا الندوتين مرض السكر ومرض الضغط. لكن لو قال مجموع من حضر ندوتي مرض السكر ومرض الضغط يبقى 75 زائد 20 زائد 50. يبقى اللي حضروا الندوتين هما ايه؟ 20 نفر دول، لانه ده تقاطع المجموعتين. اللي حضروا مرض السكر، عدد الاشخاص الذين حضروا ندوة مرض الضغط فقط، ما اللي حضروا ندوة مرض الضغط فقط هما 50 زائد 20 دول. آسف، عدد الأشخاص الذين حضروا ندوة مرض الضغط فقط هم 50. عدد الأشخاص الذين حضروا ندوة مرض السكر ولم يحضروا ندوة مرض الضغط. اللي حضروا ندوة مرض السكر ولم يحضروا ندوة مرض الضغط هم 75. لو قال اللي حضروا ندوة مرض السكر فقط وسكت يبقى 75 زائد 20. لو عدد الأشخاص الذين حضروا ندوة مرض الضغط فقط، يعني الإجابة كده إن هم ما حضروش حاجة غيرها هي، يبقى هم 50. لكن 20 دول مشتركين، حضروا في مرض الضغط وحضروا في مرض الإيه؟ السكر. عشان كده هنا عدد الذين حضروا ندوة مرض السكر ولم يحضروا ندوة مرض الضغط دول 75. يبقى عدد الأشخاص الذين حضروا ندوة مرض الضغط فقط بس، يبقى 20 زائد 50 دول هم 70. اللي حضروا الندوتين 75، كلهم على بعض 75 زائد 20 زائد 50، دول اللي حضروا الندوتين مع بعض. تمام. ده لو قال لي ايه مجموع عدد الأشخاص الذين حضروا الندوتين. لكن لو قال لي عدد الأشخاص الذين حضروا الندوتين فقط يبقى هما مين؟ هما 20. لازم نفرق ما بين الاتنين. لو قال لي مجموع الأشخاص يبقى كأنه بيقول لي اتحاد المجموعتين مع بعض اللي هو 75 و20 و50. عدد الأشخاص الذين حضروا ندوة مرض الضغط فقط هما مين؟ هما 50. تمام. اللي حضروا ندوة مرض الضغط هما 50 زائد 20 اللي هما 70. يبقى 50 زائد 20. لكن عدد الأشخاص اللي حضروا ندوة مرض السكر ولم يحضروا ندوة مرض الضغط هما 75.
اقبل جداول الصواب التالية. طبعا احنا عارفين في البي والكيو بنعمل ايه، بنكتب ترو ترو فول او فيل فيل. في الكيوب بنكتب ايه، بنبدأ بالتي بعدين اف بعدين تي بعدين اف. نفي الكيو التي نفيها مين، نفيها الاف، والاف نفيها مين، نفيها التي، والتي نفيها مين، نفيها الاف، والاف نفيها مين، نفيها التي. فهو عايز مين، نفي الكيو. يبقى همسك الصف بتاع الكيو كده نفي الكيو، او الايه نفي البي. هو ما جابش هنا نفي البي، المفروض نعمل جدول هنا نفي البي، نفي البي الاول عشان اقدر اقول الدالة بتاعتي. يبقى نفي البي، امسك البي، البي نفيها اف، والتي نفيها اف، والاف نفسها تي، والاف نفيها ايه تي. هو عايز نفي البي او الكيو. تمام، نقول قاعدة ظريفة قوي، لما تشوف التي تحطها على طول. يبقى انا عايز ده مع مين، نفي الكيو، نفي البي مع الكيو، نفي البي اللي هو اف مع الكيو اللي هو تي، نفي التي مع الاف اللي هو تي، نفي الاف تاني، نفي الاف سوري تاني من اول تاني عشان ايه اللخبطة بتاعت ان هو ما جابش حاجات. اول حاجة بنعملها قلنا كده بنكتب في البي